اوكي مشان المحاضره ما خلصنا وصلنا لهون. اوكي هسه مشان بدنا نشوف شغلتين مهمات بس مش رح نطبقهن بس رح نناقشهن as a concept او as concepts اللي هي اول شيء مفهوم الاستابيلايزابيلتي والشغله الثانيه مفهوم الديتكتابيلتي. واحد منهم مرتبط بالكنترولابيلتي والثاني مرتبط في مين؟ في الاوبزرفابيلتي. لا تنسى انه الكنترولابيلتي هو عباره عن مرتبطه بايش؟ بتصميم اللي هي البول بليسمنت بحيث انه نحط الايجن فاليوز اني وير، وبالتالي عباره عن مرتبطه بمفهوم الستيبل سيستم اوكي او الستابيلايزيشن للسيستم. ولا ننسى ان الاوبزرفيشن او الاوبزرفابيلتي مرتبطه مع مين؟ مع الاستيميشن او الديتكشن لمين؟ لا اللي هي الستيتس من خلال الواي اللي هي الاوتبوتس. وبالتالي هون يا جماعه خلينا نناقش اول واحده اللي هي الاستابيلايزابيلتي. وبالتالي اذا كان عندي السيستم not completely state controllable معناته شو ماله؟ partial. اوكي وفي عندنا اوكي ضمن هال not completely state controllable الستيتس مقسومات لنوعين. اول نوع اللي هو الانكنترولبل، ولحسن حظك الانكنترولبل لا تنسى هل الانكنترولبل بنقدر نعملها تغيير في مواقعها؟ لو كان عندي اي بول او اي ايجن فاليو وكانت عباره عن ايش؟ انكنترولبل. الانكنترولبل يعني هل اليو بيقدر يغير مواقع؟ لا. وبالتالي هاي راح تظل بمعناتها ايش؟ بنفس موقعها. لو صممنا لها بارشل كنترولر اوكي راح تظل بموقعها. وبالتالي لحسن الحظ انه الانكنترولبل ستيتس شو ماله؟ ستيبل، يعني وين واقعات؟ الايجن فاليوز تبعتها على الليفت هاند سايد. بالتالي كونه على الليفت هاند سايد معناته ما بدنا نغير محلها، نحن هون بنحكي عن الاستابيليتي ما بنحكي عن الديزيرت سبيسيفيكيشنز، هو بنحكي عن الاستابيلايزيشن، يعني نحوله لمين؟ لستيبل سيستم بدون ما يكون ماتشنج الديزيرت سبيسيفيكيشنز. وبالتالي هون بدنا نفترض لحسن حظنا انه الانكنترولبل اللي ما لنا حيله عليه ولا بنقدر نغير مواقعهم شو مالهم؟ ستيبل، يعني وين وقعت؟ علف. ولو افترضنا انه عباره عن الكنترولبل ستيتس شو مالهم؟ ممكن يكون انستيبل. بالتالي هل الكنترولبل ستيتس لو سووا لنا بارشل كنترولر بقدر احولهم من انستيبل واخذهم من الرايت هاند سايد للليفت؟ صح؟ وبالتالي هذا المفهوم مشان ما بنسميه السيستم هذا شو ماله؟ ستابيلايزبل، يعني قابل لانه يصير ايش؟ ستيبل عن طريق انه ايش؟ اللي هي الانكنترولبل اوكي مشان اوريدي هن ستيبل، والكنترولبل بقدر احولهم من الرايت هاند سايد عن طريق اليو سيجنال الكنترول سيجنال واحولهم وين؟ على الليفت هاند سايد. بالتالي هل التوتال نمبر اوف ستيتس صارن كلهن على الليفت هاند سايد كايجن فاليوز ولا لا؟ معناته انا هون بحكي عن الاستابيلايزيشن، بحكي عن الاستابيليتي ريجاردليس اوف الديزيرت سبيسيفيكيشنز. وحد وبالتالي هذا السيستم اللي بيكون هذا الشرط فيه، اذا كان طبعا لاحظ هون بحكي عن مين؟ بارشلي كنترولبل سيستم، ما بحكي عن كومبليت شو مالك؟ كومبليتلي ستيت كنترولبل. اذا كان كومبليتلي ستيت كنترولبل لا تنسى يعني قلنا ايش؟ بسوي فيه زي عيد الشجر، يوم الشجر، شو بقدر؟ في البول بليسمنت شو حكينا في المحاضرات الماضيه؟ اذا كان كومبليتلي ستيت كنترولبل هل بقدر انا اغير مواقع مين؟ كل الايجن فاليوز تبعات الاولد سيستم او الاوريجينال بلانت وازرعهن زراعه جديده بمحلات انا محل ما بدي اياها؟ يس. شو سمينا السيناريو هذا؟ سميناه زي ما راح نشوفه بالشابتر الجاي البول بليسمنت. بول بليسمنت يعني انت بتصير تقول اول ايجن فاليو بدي اياه احفر جوا، ثاني ايجن فاليو هناك احفر جوا، ثالثه رابعه بصير تزرع عن زراعه وين ما بدك، زي يوم تكون مشتري بيت اوكي طابق ارضي مش طابق ثالث وبدك تزرع مين؟ الحديقه. تخيل طابق ثالث بدي ازرع حديقه، هذا بكون ايش؟ مصيف اوكي نشامة. بالتالي مشتري طابق ارضي اوكي نشامة او تسوي حواليك حديقه وبالتالي بدك تزرعها، مش انت بتزرعها على كيفك. بالتالي اذا كان كنترولبل كومبليتلي ستيت كنترولبل ما عندك مشكله، بتقدر تزرع اي شيء بدك اياه وين ما بدك. وبالتالي هون تقدر تحدد الايجن فاليوز، كل القديم الايجن فاليوز مواقعها شو ماله؟ بصير دونت كير، بتقدر تزرع الايجن فاليوز اني وير وير باللفت. مش واحد يقول لي والله حط لي واحده باليمين، هذا بكون ايش؟
بكون اجى بده يكحلها وفقع عينها عمام. هذا عباره عن الله مصر علي بيراجعني بعطيه الشهاده الدوليه. اوكي انشان بالتالي هون حكينا كله على انه not completely state controllable، يعني في عندك ايش؟ at least ايش؟ one of the states is uncontrolled. بالتالي صففنا صار عندي حالتين، يا اما يكون عباره عن في عندي مجموعه من الستيتس اللي هن uncontrollable وحسن حظنا شو مالهم؟ stable يعني like in values way علف، وفي عندي مجموعه ثانيه عباره عن ايش؟ عباره عن controllable، ولو افترضناهن عباره عن ايش؟ unstable. معناته هل الكنترولبل ستيتس اللي هن unstable بقدر احول مواقعهم على الليفت هاند سايد؟ معناته هل السيستم اذا حولتهم على الليفت هاند سايد كل الايجن فاليوز وين صار؟ على الليفت. معناته هل السيستم حولته مين؟ من unstable لمين؟ stable. عشان هيك سميناه ايش؟ stabilizable، يعني قابل لانه يصير ايش؟ stable. وضحت؟ طيب هاي انزلوا. بالتالي هيها stabilizable partially controllable system بيكون عندك uncontrollable states وهذول شو مالهم؟ رضا والدين stable، وبكون عندك controllable states وبكون ايش؟ unstable. وبالتالي يا شامل unstable كون controllable بقدر احولهم لوين؟ للستيبل واحط الايجن فاليوز تبعتهم وين؟ المنسقين خبروني في ناس من المنذرين ما اجاش من عليهم مخطوط. كم من واحد؟ ثلاثة ولا أربعة؟ موجودين؟ الله عشان نقوم قيام ليل، اللهم لا تحرمنا اجرهم. انتوا خبروني دائما بس هيك زفوا لي الاخبار الحلوه زي منتخب المغرب. اوكي زفوا لي الاخبار الحلوه بس افوت عباره عن قولوا لي موجود ولا مش موجود؟ ساعتها بنقط البقية بنقط عباره عن تعرفون يا شباب انا يوم اكتب حرمان شو بسوي؟ مين عصرني؟ قيام ليل اللي بجنبه اذا في اي واحد بجنبه على الداتا شيت على الجدول الرسمي اللي بجنبه يا نشامه اللي قاعد بجنبه مش فيزيكالي على الرقم التسلسلي بنقطع علامه انت بجنبه بجنبه بالتالي انت لازم عباره عن تصير جاسوسي عباره عن ايش بس عباره عن يجيب زميلك قول لي دكتور ايو ابو علامه وبالتالي ايش بنقطعك احلى علامه وبتنزل عندك على سجلها بالتالي اللي كل واحد لازم يعرف على التسلسل انت رقم مين اللي بجنبك على التسلسل عشان يعرف الجيران انت قاعد على التسلسل معناته عبد الله انت وين انت ايوه هذا عباره عن بدكو عباره عن بس افوت اذا ما كانش بجنبكم على السريع اول واحد برفع ايده بقول لي مش موجود شو تعمل مشاكل عباره عن هاي عباره عن حقي بدي عباره عن شو اعمل مشاكل بدي عباره عن يقول اللي عنه اذا حب بدهوش بلاش انا قاعد بقول اللي بده يكسب نقود انا مش قاعد بقولهم اجباري اللي بده يكسب نقود بس يرفع لي ايده ويقول لي هاي اللي بجنبي هذا النشم الضحيه مش موجود بتقول له يلا الكتاب تم كتابه وانت لك علامه وبالتالي مين الاول هون الثاني جيرانك مين جارك بالرقم على التسلسل لا في ميمن وفي ميسره ما بدريش اوكي مين الثالث ايوه هيو مين جيرانك؟ ثلاث ها؟ رقمي ثلاث مكانك معناته انت قاعد بمحلك؟ طيب بشوفوا لي مين هذا وبالتالي عشان تعرفوا لا والله شوف اللي سجل عشان تبلغهم عشان تبلغهم ها؟ سمير وين سمير؟ سميرة وين عمر؟ عمر مش موجود بالتالي بس عبارة عن عينك عليه عينك عليه عشان اذا ما كانش موجود ايش؟ قولي اللي مش موجود تاخذ نقوط على وضحت فبالتالي انا دائما يا شامه كل شيء عندي ما فيش ببلاش كل شيء لازم تاخذ ثمن وبالتالي وضحت يعني محاصرك يعني عباره عن اذا واحد من المنسقين عباره عن ايش؟ عباره عن خطرش عليك جيرانك راح يرفعوا ايديهم حتى ايش؟ زي هسه بامريكا مش عباره عن اذا كان واحد لا سمح الله تيرورست يقولوا له مكافاه فانا هون حاط مكافاه قدامك بدك تكتب كتابك مقابل مكافاه لجارك اوكي؟ والمكافأة ممكن أزيدها إذا كانت بالفاينل دايز يعني زي السيمي فاينل زي كأس العالم إذا كان قرب الفصل يخلص والنهائيات قربت صرنا بالسيمي فاينلز أوكي بالتالي ممكن أزيدها علامتين حتى يكون عبارة عن ضربة قاضية في ليتر ستيجز أوكي نشامة بالتالي مشكلة إذا ما نجحت بعدين فوق العلامتين تبعك ما هو شو بدي أسوي له هاي عبارة عن شو بدي أسوي له هاي عبارة عن حظه أنا بعطيه اللي بقدر عليه والباقي ها عباني بكون على الفاضي طيب خليه انا بهمني عباره عن انت عباره عن ما
مش انت بشكل عام، اي واحد عليه التهديد عباره عن بالحرمان، انه عباره عن ما عباره عن يصير في ايش؟ شراء ذمم مع المنسقين، لا سمح الله، لا سمح الله. اوكي، بالتالي وضح الاشامه الكنترول ستابيلايزابيلتي انزلت. بالتالي هون شباب صوت الستيت كنترولابيلتي، هاي توضيح اشمل. الستيت كنترولابيلتي هون نيجي عشان نتبرك فيه. هون الستيت كنترولابيلتي شباب صوت 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 شو بربره يا لطيف، شو يا حياه وموت، ها يلا طير وارجع ان شاء الله. اوكي راقبوا لي يا منسقين، مش عباره عن اخلاعها. اوكي الستيت كنترولابيلتي، بالتالي حكينا يا اما كومبليت ستيت كنترولابل يا اما ايش نط، اللي هي شو سمينا النط بارشل. بالتالي اذا كان كومبليت ستيت كنترولابل شو معناته؟ معناته يا نشامه كان بي ستابيلايزد. اوكي اذا كان ايش؟ اذا كان انستابل عن طريق البول بليسمنت، وبنفس الوقت يعني هون اذا كان كومبليت ستيت كنترولابل بحقق شغلتين، بحقق الاستابيلايزيشن وبحقق مين؟ بقدر اكبرها عشان اشوفه عشان الخط، بقدر احقق برضه ايش؟ انه الديزيرت سبيسيفيكيشنز زي ما حكينا بالكنترول سيستم، متذكرين الترانزيت؟ ترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشنز شو هن؟ ام بي وتي اس، هذول الترانزيت والستيل ستيت اي اس اس، ما فيش غير هن. وبالتالي هون ان شاء الله اذا كان كومبليت ستيت كنترول معناته بقدر اعمل له ستيبل حتى لو كان انستيبل، وبقدر احقق المواصفات اللي بدي اياها ان تيرمز اوف ديزاير سبيسيفيكيشنز والريليتيف ستابيليتي. بينما اذا كان نوت كومبليت ستيت كنترول، اوكي نشامه في عندي ثلاث خيارات، شن كانت بي ستابيلايز اذا كان ايش؟ اف ات از نوت ستابيلايزد، يعني اذا كان واحد من الانستابل شو ماله؟ ان كنترولبل، واحد انستابل ان كنترولبل بده يضل بمحله وين؟ على الرايت هاند سايد، معناته هل بقدر اعمل له ستابيلايزيشن؟ لا. والحالة الثانية can be stabilized if it is stabilizable، وهون بحكي عن مين؟ عن الـ absolute stability، إنه أبيض أو أسود هل هو stable yes or no. هون cannot fulfill the desired specification even if it is stabilizable، عشانه في عندي إيش؟ في عندي واحد مفروض عليه at least من مين؟ من اللي أصلا موجودات وين؟ على الليفت هاند سايد، هذا انا ما حطيته بالمحل اللي بدي اياه، ما زرعته زراعه بالديزيرت لوكيشن، ما عملت له البول بليسمنت وين ما بدي. وبالتالي هاي نشامه الاستابيلايزيشن قلنا لك تضمن الابسولوت ستابيلتي، بس ما بتضمن مين؟ الماتشنج او الفولفيلنج لمين؟ للديزيرت سبيسيفيكيشنز. واضح يا نشامه؟ انزل. بس دكتور تفضل. الاستابيلايزيشن تجي هسه ولا؟ متاخر ولا؟ ها سجيت؟ ما بدي سكر فضي انا. حدا معه سكر فضي عشان؟ بتعرف سكر فضي ولا بتعرف انت مش من جماعة السكر فضي؟ جماعة الكتكات. جماعة الكتكات والتيك توك هذا بصير شو اسمه. كتكت. اوكي عشان حكيتها قبل شوي اللي هي كيف استابيلايزر اذا كان في عندي ايش؟ الان كنترولبل ذي ار ستيبل، يعني وين الايجن فاليوز تبعاتهم؟ علف. وفي عندي ايش؟ الكنترولبل ذي ار ايش؟ انستيبل. معناته كون الكنترولبل هل بقدر احطهم على الليفت؟ يس. معناته هذا السيستم اذا كان بحقق الشرطين هذول بسميه ايش؟ ستابيلايزر. طيب هسه بنروح للبارت الثاني اللي هو الديتكتابيلتي. اذا كان عندي بارشلي اوبزرفبل سيستم، يعني ايش؟ نوت كومبليتلي ستيت اوبزرفبل. بالتالي وكان ايش يا نشامه؟ الان اوبزرفبل ستيت شو مالهم؟ ستيبل. وكان الانستيبل states they are ايش؟ observable. طيب يا نشام احنا يوم يكون observable معناته I can detect it from what؟ from the output. بالتالي هون يا نشام اذا كان ال unobservable they are عبارة عن stable، وكان عندي ال unstable they are ايش؟ observable. معناته اذا ال unstable هذولا كان controllable هل بقدر، او غير controllable ما ناش دخل في controllability، هل بقدر اعملهم كون اوبزرفبل؟ بقدر اعملهم استيميشن من خلال اوتبوت، وبالتالي وي كان ايش؟ وي كان استيميت ذم. وهذول يا نشامه الان اوبزرفبل سينس ذي ار ستيبل، معناته ممكن اجي اعملهم اللي هي ميجرمنت من خلال الدايركت ميجرمنت، من خلال الدايركت ميجرمنت، وبالتالي بنسميه اللي هي ديتكتابل باستخدام مين؟
باستخدام اللي هي الستيت اوبزرفر اللي راح نشوفه بالشابتر اللي جاي. انزل. وهي نفس الشيء بما يتعلق بايش؟ بالديتكتابيليتي فور بارشال اوبزرفبل سيستم اذا كان الان اوبزرفبل ستيبل واذا كان الاوبزرفبل ايش؟ ان ستيبل. انزل. وهون نفس الشيء نفس السكيماتيك دايجرام مش راح اناقشه. انزل. اوكي هون بنيجي لموضوع اللي هي العلاقه بين الكنترولابيليتي والاوبزرفابيليتي. متذكرين اللي اخذناه في تشابتر ديكومبوزيشن وتشابتر سيميلاريتي للعلاقه بين الاوبزرف الاو سي اف والسي سي اف؟ شو العلاقه؟ كانت تربطنا علاقه صح؟ علاقه حميمه اللي هي ايش؟ الاي تبعت السي سي اف شو؟ ترانسبوز تبع مين؟ الاو سي اف. والبي سي ترانسبوز والسي بي ترانسبوز. بالتالي هون يا شباب هاي بنسميها الديواليتي ثنائيه بين الكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي. بالتالي لو جبت لك سيستم بالامتحان قلت لك هذا ايش؟ هذا سيستم اوكي وهي الاي بي سي تبعاته والدي وكان ايش؟ بالسي سي اف اوكي وجيت قلت لك طلع لي مين؟ طلع لي الاو سي اف. هل في داعي تروح ترسم لي الستيت دياجرام وتروح تطلع لي ايش يا نشامه؟ ترانسفير فانكشن وتيجي ترسمه من اول وجديد حتى تطلع لي الستيت سبيس موديل؟ لا ما عليك غير تطبق مين؟ تطبق اللي هي الديواليتي كونسبت اللي هو اللي حكينا عنه. وبالتالي هون لو افترضنا في عندنا تو سيستمز واحد اسمه اوريجينال سيستم يعني سيستم او اوريجينال وله ستيت سبيس موديل اي بي سي دي وبالتالي هذول هن للاوريجينال سيستم وكان في عندي الديوال سيستم اوكي الديوال سيستم سميناه اس دي يعني سيستم ديوال وله اي بي سي دي اجداد. شو العلاقه بين لاحظ هون بحكي عن ستيتس وايز مختلفات هون اكس صار شو هون زد وهون الواي صارت مين صارت هون الان وهون اليو صارت هون ايش الار بس شو العلاقه بين اللاحظ هذا الاس دي شو علاقه الاي هون مع الاي هون ترانسبوز وهذا البي هون مع السي هون سي ترانسبوز وهذا سي بي ترانسبوز معناته ايش هذا انزل هل الديوال سيستم اذا باجي بعيد كتابته از اي دي بي دي وسي دي شو علاقه الاي دي بي دي سي دي بالاي والبي والسي الاصليات هل هن ترانسبوز زي ما مر معنا بالعلاقه بين السي سي اف والاو سي اف بالتالي هي علاقه مين الترانسبوز وبالتالي الاوريجينال سيستم والديوال سيستم هاي عباره عن الستيتس والفيكتورز وهاي حكيت عنهم انزل مش عارفه بتفاصيلها اوكي بالتالي شو المقصود في البرنسبل اوف ديواليتي اذا كان عندي زي ما حكيت الشرط تبع الاس او والاس دي زي ما حكيت قبل شوي انه في عندي علاقه الترانسبوز بالتالي اذا كان الاوريجينال سيستم شو ماله كومبليت ستيت كنترول اوكي نشامه او سوري السيستم الاصلي بيكون اللي هو الاوريجينال سيستم بيكون كومبليت ستيت كنترول اذا كان اف ادول لي اف ايش اس دي شو ماله اوبزرفبل يعني اذا كان اس دي اوبزرفبل بيكون السيستم الاصلي ايش كنترولبل والعكس صحيح اذا كان السيستم الاصلي كنترولبل معناته السيستم الاس دي الديوال تبعه ايش اوبزرفبل وهون الحاله الثانيه انه ايش اذا كان الاوريجينال سيستم هو عباره عن اوبزرفبل معناته الديوال تبعه كنترولبل وضحت يا نشامه بالتالي الكنترولبيليتي تشيكس اوكي والستيت سبيس ريبرزنتيشن اذا قلت لك هذا الديوال له معناته ما في داعي تغلب حالك اذا كان واحد منهم كنترولبل الثاني ايش اوبزرفبل والعكس صحيح وبالتالي يا نشامه هذا مفهوم الديواليتي وراح نشوفه بالشابتر اللي هو الجديد هون اكزامبلز هون بس وقف لي على ام بي سي بس وقف لي على ام بي سي اذا في ام بي سي ضلك نازل على ام بي سي عشان هذا قرفنا حالنا من كثر ما ناقشنا في ام بي سي اذا ما في معاك الشابتر هذا بحر هاي كلها اكزامبل زي الكوين يا شباب حطينا على ام بي سي ولا ما في هذا اخر واحد اوكي هيك الشابتر الحالي شو مالي يا شباب بحر معناته